هدوء ما قبل العاصفة. كان هذا حال شاطئ النورماندي في يوم السادس من يوليو عام 1944. كان الجنود المدافعون الألمان يراقبون المشهد من بعيد، وبدا يوما روتينيا آخر. لكن فجأة ومن خلف الأفق بدأت السفن بالظهور، لم تكن واحدة أو اثنتين بل المئات منها. دقائق قليلة حتى كسر الصمت من هدير الطائرات والقنابل التي تلقيها، ليعلم الألمان أن هجوما كبيرا وغير متوقع بدأ للتو، وسيخلد الهجوم كأحد أهم الإنزالات العسكرية وأقواها. تعرف على إنزال النورماندي في هذا الفيديو. في العام 1940 سيطر هتلر على فرنسا وأغلب أوروبا، لكن انتصاراته لم تستمر، وتلقى ضربات على الجبهة الشرقية من روسيا، ولم يمض الكثير من الوقت حتى غزا الحلفاء جنوب إيطاليا الحليفة، وبدا جليا أنهم سيهاجمون فرنسا قريبا، وأصدر هتلر أوامره بالاستعداد. وفي العام 1943 بنت ألمانيا جدارا عظيما من التحصينات على طول شواطئ فرنسا، وشمل الملاجئ والألغام الأرضية والعوائق الشاطئية والمائية. تركزت التحصينات الألمانية في المنطقة الضيقة الواقعة بين فرنسا وبريطانيا، واستبعدوا أن يحصل الإنزال عند النورماندي الذي لم يحصنه جيداً. وفي العام 1944 تم تعيين الجنرال الأمريكي دوايت آيزنهاور كقائد للعملية، وحشد الرجل أكثر من 2,250,000 جندي أمريكي وكندي وبريطاني. اعتمد الجنرال على الخداع لتضليل الألمان حول موعد ومكان الغزو وتحين الفرصة المناسبة للقيام به. وفي السادس من يونيو أعطى آيزنهاور الضوء الأخضر للبدء بالعملية، وبشكل متزامن هاجمت القوات 5 شواطئ منفصلة في النورماندي. تم نقل الجنود المهاجمين في قوارب، وتوقعوا أن القوات الجوية والبحرية قد دمرت الدفاعات والتحصينات الألمانية لدخولهم، لكن الحقيقة كانت غير ذلك، فالقصف الجوي والبحري أخطأ أهدافه بسبب الأحوال الجوية، وبقيت القوات الألمانية بحالة ممتازة خصوصاً على شاطئ أوماها. الأمواج العالية أجبرت القوارب على إنزال الجنود قبل الوصول للشاطئ، وكان عليهم السباحة لمسافة طويلة، وحين وصلوا كانوا منهكين تماماً وأصبحوا صيداً سهلاً للألمان، حتى أن الرياح القوية والمد ساهما بتدمير الكثير من القوارب للحلفاء، وفي بعض الحالات وصلت خسائرهم لأكثر من 50%، وبلغت خسائر الحلفاء 10,000، منهم 4,000 قتيل. رغم صعوبة المهمة، هبط 156,000 جندي على شاطئ النورماندي خلال اليوم الأول، وهزم الألمان وبلغت خسائرهم 10,000 قتيل، ليكون نجاح الإنزال أول خطوة لتحرير فرنسا وهزيمة ألمانيا في غرب أوروبا، واستمر بعدها تقدم الحلفاء إلى عمق ألمانيا لتنتهي ألمانيا النازية تماماً، وحتى اليوم لم يحصل أي إنزال بحجم إنزال النورماندي. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.